شاء الله بالصوم رمضان ندويو على راسنا وعليكم. كي دايرين؟ رمضان كريم، كيبقيتو مزيانين نتوما؟ امين. الحمد لله على كل حال. خوتي العزاز ديما ندير معاكم، نشارك معاكم العجينه اللي حطيت غير الخبز، غير الساندويتش ديالها. الفيديو في القناه واحد الاخت الله يجازيها بخير تكرمات، ودخلت عندي الخاص وقالت لي عافاك لما حطينا الطريقه ديال العجينه، الطريقه ديال العجينه حيت قلت يعني راني عم التعريف ديجا راه عندي في القناه، راني عندي الطريقه ديالها في القناه ديال العجينه ديال جميع المملحات، ولكن منين قالت لي ما شي خساره نعاود معكم الفيديو وان شاء الله تتابعوني نشارك معكم الفيديو ديال العجينه ديال لي ساندويتش اللي حطيت قبل من هذا. صافي عندي خوتي العزاز معلقه ديال الخميره، عندي 4 كاس ديال الزيت، عندي شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السميده، وخميره ديال الفكره ديال الكاطو درنا غير شويه ماشي بزاف، عندي سميده ديال الفينو، وعندي عاوتاني زلافه ديال الطحين الفورت. دابا عندي كاس ديال الحليب انا غادي نعبرو معاكم، هو عندي كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال الحليب دافي، وغادي نزيد الماء، كاس ديال الحليب، إلا جاتنا العجينة جارية عندنا نزيدو الطحين، عندنا داك نزيدو بعدا الخميرة، عندنا الخميرة، نزيدو الملحة، الملحة عندي هاد الماركة راه كتملح كتخنت هاد شوية شتا هادي معلقة صغيرة كتملح بزاف. وعندي ديك معلقه كبيره ديال السميده، نزيد هاد الثلاثه ديال السميده، كنخلطهم وعاد نعاود نرجع معكم باش نزيد لها الطحين، نزيد لها شويه ديال الخماره ونجمعوها بهذا الطحين هذا ان شاء الله، ناخذ شويه ونرجعوا. غادي نزيد عليها شويه الطحين، نزيد شويه ديال الخميره دابا، تحيه كبيره للاخوات كاملين الاخوان، ومرحبا بلو شرفتوني الصراحه اللي كيدخل عندي كيلاحظ عليا شي ملاحظه شي فيديو تيقول لي هادي ما كنتش كوزينه بزاف، ما عارفين ما الانسان ما كوزينه بوحديته ما كاين متاع اللي عندو العجانه يعجن بالعجانه،
بزاف ديال الحوايج مع هادي شحال ما كاش كان واحد المعلقة والله العظيم ندخلها هاد شوية ندير الزيت في ندير الزيت في الجبانة ضروري نحويها باش خصنا تاني نقلي ندير الزيت هنا الزيت درت هنا وعدد الفرقة نرجع معاكم نعاود غادي نخليها تخمر مرات ثانية مع السالفة تسناونا دوزيام طخوازيام باغتي هادو ديال اليوم غادي نعمروهم من العجينه كتحمر خليها كتحمر عاد كنا معكم داك الطحين كما قلنا راني ما درتش غشات شويه في داك لا فارين شط منات شويه دابا انا غادي باش نعمرهم غادي نعمرهم بهذا الشاورما للدراري هاد راه عندي مكنجوري شاريه هكذا شاريه من الصباح شحرت هنا البصله وكذا الماعون صغير ما غاديش يكفيني ندير شي مقله كبر من هذه حتى نبدلها هادي راه صغيرة غادي نديرو في الداخرة بالعجينة هي جداد حامرة بغيت مينوش درب هادو الدورين درتهم مع ماما يخمروا غادي ندهنهم بعدين غادي نديرهم كيتلصقوا بزاف كل ما غادي تعاون حتى بحاجة بصح كتبقى شي حاجة نحيدها وترجع صافي صغار اللي بغا يديرهم صغار اللي بغا يديرهم كبار قرصوهم شوية ثم ماما يخمروا غادي ندهنهم سلام الفران يا ويلا طارق هاد القريحة القريحة ديالو صافي هادي هي وجدات هكدا الخبيزة تاهما جا واقع بغيتي درا هاد كيطيبهم دابا ايطوا اه هنايا درت شويه ديال الشلاضة ومطيشة هو صاحبي زعما هضر موراك خليكم تجيك هضرت تجي هضرتكم معايا السلام عليكم مشاهدينا كيرام دابا راه ملي كتقرب المغرب ومشاهدينا الكرام تنبقاو تنتجهروا داكشي شمع البراس كنصوبوا شي حاجه وما تنقدروش نحطوا الفينيسي ديالو كل واحد شنو ندير نعمر لوف ديالو عطيني معلقه ستوبلي مابقاش بحال هكا طيب
لا هذه الحاره شويه ساموغا ساموراي كما شفتوا خوتي العزاز ملي كتقرب المغرب الصراحه داكشي ما نقدرش نصور لكم هاد الجات الشيء اللي كنديرو يوميا في رمضان كل مره كنديرو شكيل ولكن فينيسيو باش نصورو الطبيله مقاده فينيسيو كنكونوا نقدو فين مع المغرب كتزير علينا بسلامتهم الدراري تيكونوا مجموعين كل واحد يبغي حاجه كل واحد يجيب حاجه كل واحد يحط حاجه كل واحد بسلامتهم داكشي باش راني المهم انا كما شفتوا درني عمرتهم بالطريقه كما شفتوني عمرتهم وكل واحد يقول لي دري لي كل واحد يبغي لاصوص شنو بغى درت لنا اليوم درت لهم بحال داك اللي كيبيعوا لي ساندويتشات غير نموت بالضحك مع ولادي ايوا سيدي هذه دابا فطورنا وشركت معكم هذوك الخبيزات حنان حنونه قالت لي ورينا عافاك الطريقه العجينه حيت هي شافت غير الخبيزات في الفيديو اللي قبل من هذا وغتلقاو لقطات في تيك توك راه عندي تيك توك مرحبا بكم في غير لقطات والفيديو كامل تشوفوه هنا في قناه المكنسيه وما تنساوش شي تعليق محفز وحنا راه حنا صبحنا الى وحده وبارك الله فيكم خوتي العزاز ورمضان كريم كل سنه وانتم طيبون وانا نخليكم معكم هذا الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله ديت ورا فوق الطبله صافي انا درت وحده درت لها هذه عاود كان اللي بغى مايونيز والهريسه انتي باباكيو غنجوري نختي فين انت هاد باباكيو اي هادي بحال ديال بحال ديال سهيله ديرو شوية سلطة ديال الطوماط ديرك حارة بزاف ولا شوية ديرك واحد شوية هذا هي غادي تحرقوا لك ديك الكرواسه اللي في الفران كرواسه هادي ديالك انت لانه ودنا هاد واحد الروينه انا كنت حكيت في الفران في الصباح بواحد البخودوي طيبت الخبز وكلشي حتى التالي هما كيطيبوا واحد الكرواسه عمروها بجامبو وفروماج وعاد بقات تيطلع الريحه بالفران وبداو كيخوتوا الدراري الريحه ديال الريحه ديال داك البخودوي طلعت في الفران فصار راني حيت الصوت وراني كنعمر لهم هاد لي ساندويتش ودرت درنا درت شويه ديال الدور انا غادي نوري لكم التصويره ديالها ودوك درت غير التصويره التصويره حقاش والله ما بقاش عندي الوقت فين نصور داكشي مزيان على حق الطريق كي تشوفوا الكرواسه اللي داروا انا عمرت واحد الخبيزات اخرين راه هما عمرتهم بالفرماج وبطاطا هما مدورين والاخرين بحال كي درت للدراري وصافي داكشي اللي كان مدور دوك